برق نفسه. انا همسكها لك وقلت يلا ريها ريها امشي يا بنتي من هنا. يلا يلا بسرعه يلا. لا 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 بس لا 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 لا. انا كده مع الناس الغريبه. هي ماما متوحده بس الشيخ ام محمد دي خير وبركه. بس انا عارفه انتي ما بتحبيش تتكلمي بصوت عالي عشان صوت المراه عوره وكده. طب ما تتكلمي ماما مفيش حد هنا. طب اتكلمي. طب اتكلمي. طب ايه الفاتحه كده ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني قوي وحشتونا. انتوا عارفين مين دي يا جماعه؟ اقول لكم مين دي بقى. معلش يا جماعه. جماعه بصوا احنا النهارده قررنا في حاجه يعني دمار وقررنا نعملها في مين؟ في زوزو في مامتي. يعني ربنا يستر على الفيديو بتاع النهارده. طبعا ايه مفاجاه اكيد ما تنقبتش ان هي طالعه بوشها عادي. بس احنا قررنا نعمل في امي مقلب. ممكن تشرح لهم المقلب اللي هنعمله في ماما النهارده؟ بصوا احنا عليها اعلان اللي احنا نازلين وكده ان هي نازله عشان تجيب واحده صاحبتها وكده. هي اصلا ما تعرفش انا فين ولا اي حاجه. متعرفش اي حاجه عن فجر ولا جبت لها سيره فجر. انا قلت لها ماما انا نازله عشان في واحده صاحبتي جايه عندي او اول مره تيجي عندي فانا هنزل اجيبها. وقررت بقى الناس عماله تتفرج عليها. بص يا جماعه فكرت بقى الفيديو ان انا هقول لماما ان دي مش فاكر ان دي واحده ست مش دجاله شيخه تمام وجايه عشان ترقي لنا البيت وتبخر لنا وان انا معمولي عمل وجاي تطلع لنا العمل وكده. جماعه هو طبعا يعني اللي بيحصل ده ملوش اي علاقه بالناس المنقبات. يعني دول حاجه ودول حاجه. بس الفكره احنا اخترنا عشان مين بس. ايوه اخترنا فكره النقاب عشان ما تبقاش عارفه وش فجر ما تبقاش ما تعرفهاش بسهوله. وعشان في ناس بيطلعوا كده بيدعوا ان هم شيوخ وكده وهم اصلا دجالين وحاجات كده. فاحنا ايه هناخد الموضوع ده بشكل كوميدي. طبعا في ناس كتير قوي منقبين محترمين وكويسين جدا وعلى راسنا من فوق. طبعا يعني الفيديو ده يا جماعه ترفيهي ما فيهوش اي حاجه خالص غير ان احنا قاعدين نهزر. ايوه بس ممكن مش هتكلم خالص عشان هي ما تعرفش وكده. يعني ما تعرفش صوتها. نتفرجوا بقى عشان نقعد بقى نعمل حاجات. بصوا انا مش متخيله رد فعل ماما هيبقى عامل ازاي. بجد ماما اصلا ما بتحبش الحاجات دي ابدا. ما بتحبش بقى شغل الدجل بقى والاعمال الحاجات دي ما بتحبهاش ابدا. فربنا يستر. يلا بينا. ولو انت بتشوفنا لاول مره ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعملوا سبسكرايب بقى وتعملوا كومنتات كتير. بالظبط. ولو بتشوفنا من على الفيسبوك تعمل لايك وتعمل فولو وتشترك في الفيديو بتاعتنا. ايوه يلا بينا نطلع. يلا بينا. بصوا هنطلع واول ما اعرف اثبت الكادر هثبت لان انا طبعا اول ما اطلع مش هينفع اصور. ماشي يلا بينا. وانتي عامله ايه بقى؟ تمام؟ انا عارفه انتي ما بتحبيش تتكلمي بصوت عالي عشان صوت المراه عوره وكده. ماما ماما يا ماما ايه انتي بتعملي ايه يا ماما كل ده؟ ايه يا ماما؟ تعالي يا ماما عايزاكي ثواني. جاي جاوب. بصي يا ماما ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ انت صاحبه تعليم الكليه ولا ايه؟ لا يا ماما انت فاهمه غلط. تعالي اقعدي انا فاهمه. طيب اتفضلي. تعالي ماما اقعدي هنا. تعالي جنبي هنا. بصي دي مش صاحبتي. دي شيخه. شيخه؟ شيخه ايه؟ دي شيخه كده بتطلع بقى السحر وبترقي تقرا قران في البيت وفي الاركان وبتعمل بخور وترقينا وكده. وانا اصلا حاسه ان انا مش متظبطه بقالي فتره فانا جايه اشوف بقى البيت وتشوف لو في عمل مرضي عندنا ولا في اي حاجة. حاجات لا افرضي عندنا. انت ايش عارفه؟ ما عندناش. لا ممكن يكون عندنا. ما عندناش. دي شيخه ام محمد. طب ما تصلي والقران وممكن مفيش عمل. ماشي ما احنا بنصلي وبنقرا القران وبعدين بس الشيخه ام محمد دي خير وبركه. بس المنقبين مالهمش دعوه بالحاجات دي. مالوش دعوه بالاعمال ولا بالحاجات. انا بقولك دي شيخه مش حاجه وحشه. مش دجاله. بقولك دي شيخه ام محمد. دي هي بتظبط كل الحاجات دي بقى بالقران. يعني بتقرا القران عندنا بس بخور من اللي كنت جايباه المره اللي فاتت. ف...
طب استني كده هي عشان هي انتي محتاجه ايه قلتي لي؟ استني قولي لي كده. طب ما احنا نبخر احنا ونقرا القران احنا. طب ما احنا بنشغل القران ثانيه يعني احنا بنشغل القران على طول. انا عارفه يا ماما. ونحطه بخور على طول يعني. انا عارفه يا ماما. انا عارفه. انت هتعملي ايه طب دلوقتي يعني؟ هجيب لها بس بخور. هي محتاجه بخور دلوقتي عشان لا في اللي في العلبه بقى. فين بقى البخور يا ماما؟ معلش ممكن تيجي تجيبه لي بس عشان محتاجينه ضروري لو سمحتي يا ماما. طب ماشي. ما انا ما افهم انت هتعملوا ايه يعني. تعالي لي كده. هنبخر البيت بس. هنبخر البيت يعني. بصي يا ماما البخور ده حلو قوي. بصي يا شيخه ام محمد البخور ده ينفع معاكي؟ ينفع معاكي يشتغل عادي؟ طب ماما في ولاعه ولا حاجه؟ ماما انت مالك يا ماما؟ بصي كده ليه يا ماما؟ في ايه؟ في ماما بس ينفع كده يا ماما؟ جايلك مش مرحبه بينا. لا اهلا وسهلا. ماما انت مش مرحبه بيها؟ عيب تقول علينا ايه يا ماما؟ لا والله عارف. لا والله انت فاهمه غلط يا شيخه والله. هي بس الفكره ان ماما ايه بتتخض بتتخض ومش بتف يعني بتتعامل كده مع الناس الغريبة. هي ماما متوحدة. يلا ماما تتعاملي مع الناس كلها. انا متوحدة. هاتلنا هاتلنا ولاعة. بص هاتلنا ولاعة. ماما بتتكلمش ليه؟ هاتي ولاعة. ايه مش بتتكلم ليه؟ هي بس صوتها رايح ما بتعرفش تعلي صوتها. إيه انتي من نظرتك كده للبيت بقى انا عايزاكي تاخدي بالك كده وتركزي وتشوفي حاسه بايه ولا شايفه ايه. قولي لي ايه اللي انتي محتاجه اجيبه لك برضه. تحبي اولع لك البخور ده ولا اعمل ايه؟ تحبي ايه؟ ماما دي حاجه مهمه جدا يا ماما. ماشي ماشي. شوفي ايه بيتنا فيه عفاريت؟ ما فيش حاجه زي بسم الله ما شاء الله زي الفل. وبنصلي وبنشغل القران وعارفين ربنا ومية مية الحمد لله رب العالمين. اختاري ده. ماشي ثواني يا ماما بجد. ماما مش طب ما تجيبي لها البخور بتاع السعوديه احسن. جيب لك هو في شيخه بتولع بخور عيدان؟ لا هي قالت لي ده حلو. ماما لو سمحتي ما تدخليش شغلها. الشيخه ام محمد عارفه هي بتعمل ايه. ما تدخليش يا ماما لو سمحتي. قومي يا ماما كده هات لها حاجه. ماما انا جايه اهو ولعتهولك. خدي بقى شوفي هتحتاجي ايه تاني. تمام. وشوفي كده بقى هتبخري بيه الشقه ولا هتعملي ايه واللي انت عاوزاه. هتبخري الشقه وده بتبخر بيه؟ اوعى بنتي اوعى اللي انت بتعملي ده. استني يا ماما بترقيني. ماشي. طب ابرقيكي ابعدي كده. لا مش عايز مش عايز. ماشي. يا ماما بترقيك يا ماما. دي بتطلع الطاقه السلبيه والله. دي بتطلع. وانا كل يوم برق نفسي على فكره وكل يوم بشغل. بس هي شاطره جدا وهي شاطره. شوفي بقى البخور كده تعرفي لو في عمل في الشقه ولا حاجه. عمل ايه اللي في الشقه؟ لو انا في حد بس ايه نظم الدنيا عادي. ماما انا مش انا محسوده يا ماما. محسوده ان رقيكي بالقران. محسوده صح؟ احي بتقولي قوي. محسوده قوي يا ماما. انا عارفه ان انا محسوده. انا طول عمري مبصوص لي كده. حلوه قوي السلحه دي. ممكن اخدها؟ دي بتاعه الشغل. ماشي مش هينفع. ايه 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 يا ماما بترقيك يا ماما. خليها ترقيك. لا برق نفسك. خليها ترقيك. برق نفسك. انا همسكها لك. يلا رقيها رقيها. هو ايه اللي بتدور ملبوسه ولا ايه؟ احي يا ماما ملبوسه؟ ما بتبصي في عينك وفي عين اهلك. يا انت كمان. بسم الله. هي قالت فاتحه حتى. يا شيخ. استني يا ماما رقيك. والله العظيم والله العظيم ده ما قالتش الفاتحه. ايه بتقول في سرها يا ماما؟ يا شيخ لا تقول كل والله احد وكل عزو برب. هو ايه اللي عماله تعمل؟ ليه العفريت هيسمعها ولا ايه؟ يا سلام ما يسمعها العفريت. ايه المشكله؟ خليكي انت يا مجنونه. يا مجنونه بتاعت الحاجات المجنونه دي. لا اله الا الله. وايه السبحه دي ان شاء الله؟ لا اله الا الله واستغفر الله العظيم. انت كده مين؟ بصي انا حاسه ان انا في حاجه غلط. تعالي يا اختي انا الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا ماما ثواني يا ماما. لا انت يا ماما ايدك بتشوكني يا ماما. سيبيني.
هي اداء مبروكه يا ماما، هي اداء مبروكه. ايوه يا شيخ محمد انا ما سمعتهاش قالت الفتح ولا قول والله احد ولا قول اعوذ بربنا ولا سيبيها يا ماما. يعرف بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بصي بصي انت بقى حاسه في عندنا ايه؟ بصي دي خرصه دي ولا ايه؟ في عندنا؟ عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ قولي لي في ودنها. قولي لها في ودنها. خليها تضحك عليك يا ميلا. استني هي عايزه حاجه من قطر، يا جيب لها ايه؟ يا سلام. اه عايزه حاجه من قطر. مفيش قطرات ده. هجيب لك ايه؟ هجيب لها حاجه من قطر. ما تضربنيش. طرحه؟ شعري؟ استني قصي لي حته. قصي لي حته من شعري. متخلفه؟ ايه ماما بصي يا ماما قصي لي حته من شعري. هجيب لك زيت ميه بقرآن من لا سيبيني يا ماما اجيب لها حته من شعري. وتستحمي. طب ينفع حاجه تانية عشان انا شعري مش هيطول. تشربي منها وتتوضي منها وتصلي. يا ماما سيبيني. اسكتي. ماما ما تفكيش على ايدي كده. ونقرا ونشغل القران. بصي يا ماما. اسكتي. اوامر الشيخ ام محمد لازم تجاوب يا ماما. لازم ننفذ لها اوامرها يا ماما. اسكتي مش وقت. انت استني. ما تضربيش ما تضربيش. الشيخ ام محمد. طب ينفع بندانه؟ بندانه او طرحه؟ ماشي ماشي. بصي يا ماما هتقرا عليه قران. استغفر الله العظيم يا ماما فرهدتيني. بصي الطرحه التايجر دي بحبها قوي وبلبسها كتير، بس ماما ساعات بتلبسها معايا. فشوفي بقى لو بعمل لنا حاجه انا وماما بالمره. انا مش بعمل لي حاجه اصلا. انا ما حدش يقدر يعمل لي حاجه الحمد لله. ليه ان شاء الله؟ معايا ربنا. معايا ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. البس. اللهم لك الحمد والشكر. ايه؟ تعالي اقرا لها قران تاني. امشي يا بنتي من هنا. يلا يلا بسرعه يلا. لا لا بس انا الله اكبر الله اكبر. ده انا خدت من المصحف من اسمه. استني يا ماما. استني يا ماما. هو اللي جواه اللي بيقول كده؟ هو الله اللي بيقول اللي جواه. قول انت مين وجاي لبست امي ليه؟ قول. الله اكبر الله اكبر. ايه ايه بس عني اوعي. الله اكبر اوعي يا ما تنرفزنيش بقى يا ماما. بتقول لي ان انت ملبوسه يا ماما. احنا خرصه. قالت لي ان انت ملبوسه. ملبوسه يا مندي. انا شاكه فيها اصلا. انت ايه رايك؟ خلاص كده هنعمل ايه تاني؟ في حاجه تانيه كده في البيت ولا ايه؟ يا سلام. يعني هو بعود البخور اللي ماسكاه ده وعملت كده عرفت ان في حاجه في البيت وماشي دي ولا ايه؟ ماشي. طب يلا بينا. يلا بينا فين؟ نازله معايا. لا اقعد يا بت. عايزاني لا. عايزاني مشوار. قالت لي طب يا ماما هي قالت لي ان انا معمولي عمل وهنروح نجيبه سوا ان شاء الله. انا بقى نروح معاكي نجيبوه. انا رايحه انا وهي. لا لا هروح معاها يا ماما. لازم اروح معاها يا ماما. شويه انت يا ماما معمولي عمل يا ماما لازم اروح اجيبه. عمل ايه؟ استغفر الله العظيم. كل ده احنا عايزين يتعمل لنا. لا انا رايحه اجيبه عادي. احنا بنحب الاعمال. لازم هو انا لازم اروح النهارده. هو انت فيكي حاجه؟ هو انت حاجه ناقصه عندك عشان العمل يعني؟ في حاجه يعني؟ ايوه في ايه؟ سيبيني في حياتي. انا حياتي كلها بايظه ومدمره. الحمد لله والله حياتي كلها بايظه. الحمد لله. انا هروح معاها. مين دي؟ هروح معاها. مين دي؟ هروح معاها. طب اهدي شويه. وسيبيني. طب سيبيني. اهدي شويه. هروح معاها. انا هروح معاها. سيبيني. اسكتي انت. اسكتي انت خالصه ولا ايه؟ انا هروح معاها. سيبيني. اهدي شويه. لا سيبيني. هي مين دي؟ خليها ترفع وشها. هو ايه اللي مين دي يا ماما؟ ما تعصبنيش. بصي يا ماما. يلا يا بنت. بتقول لك لا ما ينفعش حد واحد بس تقول لي كده. لا ما ينفعش كده. عادي يا ماما. عادي مش هتنزلي معاها. عيب يا ماما. طب مين دي اصلا يعني؟ عيب يا ماما. وايه السبحه وايه خرصه؟ طب ما تتكلمي ماما. ما فيش حد هنا. طب عيب. طب اتكلمي. طب وايه الفتحه كده؟ ايه الفتحه؟ طب كل عاوز يبقى في الناس. انت هتجيبي على السبحه. طب قولي كل عاوز يبقى في الناس. ادفي انت اقعدي. يا ماما ده من والله العظيم تلاقيها ما حافظه حاجه. ليه بقى؟ طب ايه؟ فكرتها كده يعني. ايه دي؟ ايه السبحه؟ في حد ايه دي؟ وجايبه السبحه المقطعه دي. طب ماما سيبيها. ما ينفعش كده. ما ينفعش. طب ايه دي؟ انا هقول لك مين دي. عايز تعرفي مين دي؟ انا هقول لك. ايوه استني شعرها نهار اسود. نهار اسود ونهار بالبيبان. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه اللي عمل فيكي كده وخرصه ما بتكلمش مش مسمعش؟ بنت انا عرفتك من عينك يا بنت. انا شكيت فيكي. انا شكيت فيكي. لا انت انا كنت مرتاحه منك انت وهي. ده ايه ده؟ وانت ايه اللي خلاكي عملتي كده؟
انت بتشتغليني وعمال تعملي وايه القرف اللي انت ماسكاه ده؟ استغفر الله. هي دي السمحه دي ولا ده الشكل؟ ايه المنظر ده؟ استني وقعت لها. طب انت ايه اللي انت عاملينه يعني؟ استني يا ماما انت عاملين ايه؟ عاملين في مقلب صح؟ مقلب ومنقبه البنت الجايه تعملي وخاصه وبتعملي بالسمحه كده. وايه العود البخور ده بيطلع العفاريت ده ولا ايه؟ ايوه ايش عرفك انت؟ ايش عرفني؟ ايوه ده الجنب الحبيب ولا مين اللي ضرب الزبيب؟ ضرب الزبيب. اكيد الحبيب زي ضرب الزبيب. سمعتي كلام علياء؟ انت سمعتي كلام علياء؟ عشان حاجة بنتي بتقولي انت مين اصلا؟ مش عارفة اتكلم يعني. انت علياء اللي مسلطاك، خليكي ماشية ورا علياء. ماشية ورا. ايه رأيك في المقلب الحلو ده؟ حلو النقاب علياء؟ جميل قمر. ايه رايك في المقلب؟ بجد في عينيها شكلك حلو قوي ما شاء الله ما شاء الله، شكلك حلو في النقاب. ما هو ده اللي مش كنتوا قلتولي ان انتوا بتصوروا؟ هنقول لك ازاي ان احنا بنصور يعني. طب انا كده مش لابسه رقبتي والجلابيه؟ لا لا الجلابيه ماسكه مش مهم رقبتي. خلاص داري رقبتك، داري رقبتك بس. انا زي ده عشان بس الجلابيه ماسكه. ليه عشان محمد ايه؟ على فكره محمد لو شاف فجر بالنقاب هينقبها. ليه ان شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا لا مش للدرجه دي، مش للدرجه. وبعدين ده فستان. بس ايه رايك؟ ايه رايك؟ ولا فستان الفجر ده؟ لا ده بتاعها هي صح؟ ايه رايك يا مومونة؟ ايه رايك في المقلب؟ ايه ولا شيء جامد صح؟ بس يا الشيخه اللي ببعض بخد ابو ربع جنيه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ بس انت كنت شاكه ان في حاجه غلط صح؟ ايوه. ايه الهبل ده؟ واحنا ما عندناش عفاريت الحمد لله. بس كنت شاكه في الحته بتاعت عينيها. انا قلت لك بتاع حاجات مش مزه يا ماما. انا خضرا وبتاع لا بتاع والجلابيه باظه. يلا يا جماعه اتبسطت قوي بالمقلب ده وكان بجد مضحك قوي. انا اوقات كتير قوي كنت ببقى هموت. انا بعد كده مش هعمل والله. خلي بالكوا انا مش هصدقهم في حاجه. يلا باي باي. مش بعد ربو. باي باي. بس.